شكرا لك. تحتفل مملكة البحرين في الرابع من فبراير من كل عام بيوم البيئة الوطني، يأتي شعار هذا العام تحت عنوان بيئتنا مسؤوليتنا، مؤكدا أن البيئة للجميع وحمايتها والحفاظ عليها ليست فردية وإنما تكون بتضافر الجهود من قبل الجميع سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، كما أنه يؤكد على أهمية الشراكة المجتمعية في الحفاظ على البيئة. يأتي الاحتفال بيوم البيئة الوطني مؤكدا على رؤية ورسالة المجلس الأعلى للبيئة في الحفاظ على الموارد البيئية والحفاظ عليها وتنميتها للأجيال القادمة، ودوره في تعزيز ورفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتور محمد بن دينا، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. دكتور، بداية نرحب بك، لو تطلعنا على أهمية تخصيص يوم وطني للبيئة. نعم دكتور محمد. أرحب فيك أخوي وأرحب في جميع المشاهدين. طبعا توشيهات من سمو الشيخ عبد الله بن حمد رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وبدعم مساندة من سمو الشيخ فيصل بن راشد نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، يتم الاحتفال السنة بعنوان معين وشعارنا بيئتنا مسؤوليتنا. المجلس الأعلى للبيئة طبعا يحتفل السنة ذي بيوم البيئة الوطني، ويخصصه لزيادة الوعي المجتمعي والإدراك لأهمية البيئة في البحرين. وأعتقد هذه دور مهم، ومو بس المجلس الأعلى للبيئة اللي يقوم فيه، جميع أفراد المجتمع أعتقد يهمهم المحافظة على البيئة اللي يعيشون فيها. نعم. طيب دكتور، يعني كيف نستطيع نحن كمؤسسات مجتمع مدني أن نجعل البيئة مسؤولية جميع أفراد المجتمع؟ يعني الإحساس بأهمية البيئة هي اللي تنبع من الإنسان نفسه، والإنسان وده أنه هو يكون عايش في بيئة سليمة ونظيفة. وأعتقد دورنا إحنا كجهاز حكومي في دعم المجتمع المدني للقيام بهذا الدور، وشلون إحنا ممكن نقدر ندعمهم بالقيام بهذا الدور. دكتور، يعني في سياق ما ذكرته، يعني هل لك ان تطلعنا كونك يعني رئيس المجلس الاعلى للبيئه بالدور اللي يقوم به المجلس في نشر الثقافه البيئيه؟ المجلس الاعلى للبيئه طبعا يقوم بالعديد من الانشطه الثقافيه سواء خلال المدارس او الجامعات كبرامج توعويه على مدار السنه، ولكن السنه اللي طافت قام المجلس الاعلى للبيئه باحتضان فكره وهي اقامه شهر كامل توعي البيئة، كان في شهر مارس. قام في المجلس الأعلى للبيئة مع المجتمع المدني بإقامة 38 فعالية توعوية، من ضمنها حملات تنظيف مع جهات عديدة من جمعيات المجتمع المدني. وصراحة احنا نفخر اليوم بالشباب البحريني اللي موجود وبوعيه وثقافته ومشاركته في العديد من الحملات. قام بحملات في تنظيف في سواء في جزر أم سواحل، وهذا النوع اللي بيزيد احنا نتوقع انه هو يزيد من الوعي المجتمعي في المحافظه. نعم. على البيئه ونظافه البحرين. اذا دكتور محمد بن دينا، رئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئه، شكرا جزيلا.